صباح الخير أصدقائي طلابي صف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. اليوم طبعا درسنا للتربية الإسلامية درس جديد وكلش حلو، قصة كلش حلوة راح أقرأ لكم إياها. راح أحكيها على شنو؟ على السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ركزوا وياي وتعالوا خلينا نشوف شنو راح أحكي لكم هاي القصة. حبايبي هو الدرس الخامس عشر، إحنا عندنا الدرس الخامس عشر من السيرة النبوية العطرة. حبايبي مر بك يا تلميذ العزيز ان رسولنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وين ولد؟ ولد احنا كلنا نعرف ولد في مكه المكرمه في عام 2000، ولد النبي محمد في مكه المكرمه من عام 2000، وتوفي ابوه عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته. قبل ان يولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جنين في 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 رحم امه، هو توفى ابوه عبد الله بن عبد المطلب، اي ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الاب. وتوفيت امه امنه بنت وهب وله من العمر 6 سنوات. ربع 6 سنوات توفيت امه امنه بنت وهب. طبعا نشا النبي محمد حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيما. شلون نشا؟ نشا يتيم، لا عنده ام ولا عنده اب. شنو صيحنا؟ صيحنا اليتيم. ويتيم وكفله جده عبد المطلب. من اللي كفله بالرعايه والاهتمام؟ كفله جده هو عبد المطلب حتى توفي جده، الى ان توفى جده. وعمره صلى الله عليه وصحبه وسلم 8 سنوات، كان عمره 8 سنوات توفى جده. من هو؟ عبد المطلب. ثم طبعا ظل وحيد، لا عنده ام ولا عنده اب ولا عنده حتى جده اللي كان يرعاه ويحبه ويهتم به، هو ايضا متوفى. فمن بقاله؟ بقاله عمه ابو طالب اللي كان يحبه حب شديد ويرعاه. فثم كفله عمه ابو طالب حتى كبر، الى ان كبر هو بدا يهتم به ويرعاه وكفله. فقال الله تعالى: الم يجدك يتيما فاوى. نزلت هاي الآية القرآنية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سورة الضحى. ألم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العلي العظيم. حبايبي رأى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان هو رائع كل النبي محمد عندما كان في مكة المكرمة كان عمل الوحيد هو يرعى الغنم في صغره وفي شبابه. الغنم في شبابه. ولما وعندما بلغ عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 12 سنة وين راح؟ خرج إلى بلاد الشام مع عمه أبو طالب الملك التجاري. كان هو يرعى الغنم في مكة، كان إلى حد عمره 12 سنة كان يرعى الغنم في مكة المكرمة. من بعد 12 سنة قام يخرج مع عمه أبو طالب وين؟ إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام للتجارة. كان يتاجر، فقام يتعلم اصول التجاره وتعلم بعض الاشياء عن التجاره. حبايبي شوفوا هنا كان يرعى الغنم، هذا الغنم كان يرعاها، يعني كانت بهنده اللي زاولها في مكه المكرمه في شبابه وصغره هو راعي للغنم. حبايبي كان الرسول يرعى الغنم في شبابه، فالعمل هو شرف، اي هو اي عمل عندنا مجرد الانسان عنده عمل هو شرف له، احسن ما يظل قاعد ويتكل على غيره في اشياء بالمعيشه، فيعمل هو الى وحده هو يعتبر له شرف، اي عمل كان، كان صغير ام كبير احنا لازم يعني هذا العمل احنا لازم من نستاء من عنده او نخجل منه او هذا، لا هو عمل، اي عمل شريف يعني يكون يعني يحبه الله سبحانه وتعالى والنبي هو عمل شريف، يعني يجينا رزق حلال من عنده، اذا هو هذا عمل شريف، احنا يعني ما يصير ان نخجل من عنده او مثلا نقول احنا ليش نشتغل هاي الشغله او لا، هو معقول عمل شريف، اذا هذه يعني معقول الله يحبه هو يكون عمل شريف لنا. طبعا هو النبي محمد استمر في مزاوله التجاره، ترك الاغنام، راعي الاغنام، قام شنو هسه؟ قام يمارس التجاره، يزاول التجاره. كان نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم امينا في تجارته. امين يعني شنو امين؟ يعني ما يحاول
يخدع الناس او يسرق الناس او هذا، يعني كان امين، صفته هو الامين، الامين في التجاره، يحافظ على اموال الناس. وكان اهل مكه يأتمنونه على اموالهم، هل ما هو امين؟ اهل مكه يأتمنون على اموالهم عنده. ليش؟ لانه لا راح تضيع اموالهم ولا راح تنسرق ولا، فيأتمنون باموالهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما قارب عمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و 25 سنة، صار أجل عمره، صار عمره 25 سنة، خرج إلى بلاد الشام مرة أخرى، أيضاً خرج إلى بلاد الشام مرة ثانية للتجارة أيضاً، متاجراً في أموال سيدة تدعى خديجة بنت خويلد. كان عمره 25 سنة، خرج إلى بلاد الشام حتى يتاجر بأموال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي من بعد ذلك تزوجها، صارت زوجة الرسول. حبايبي شوفوا هنا نهاية التجارة، هاي هنا في زمن الرسول شلون كانوا يتاجرون من بلاد إلى بلاد أخرى. طبعا ما كانت لا سيارات ولا طائرات ولا بواخر ولا، فكانوا شلون يزاولون التجارة مالتهم؟ تطلع قوافل، القافلة هي متكونة من عدد من التجار معهم عدد من الجمال والحيوانات الأخرى مثلا الخيول والحمير، وكانوا يخلون عليها الاشياء مالتهم الغراض اللي يريدون يتاجرون بها الى في بلاد ثاني، ويطلعون في الصحراء. فكانت عمليه كل الشاقه طبعا، مو مثل هسه عندنا طائرات تحمل البضاعه وسفن وبواخر وسيارات كبيره تنقل البضاعه، يعني هسه بسهوله اكثر. فكان هو هاي التجاره اللي كانوا يتاجرون بها. حبايبي زول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مهنه التجاره، كان امين حتى عرفه الناس ولا قبوه بصارق الامين، كان كلش من كان يزاول مهنة التجارة أو عمل آخر كان هو يعمل بأمانة وبإخلاص وبصدق، فكان ملقب في مكة المكرمة كانوا يلقبوه بالصادق الأمين، قد ما هو صادق وأمين مع الناس كانوا الناس كلش تحبه، وكانوا يسموه الصادق الأمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كثيرا إلى غار، أكو في الغار على جبل اسمه جبل غار حراء على جبل في مكة المكرمة. كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو يتردد على هذا الغار، يقعد به مثلا يتعبد في هذا الغار ويعتزل، يعتزل عن أهله، يعتزل عن ناسه، الناس كلهم الموجودين، يعتزل يقعد ساعات في هذا الغار زين، وما يعتزل ما عليه من أهل مكة من عادات سيئة، يعني أهل مكة هواي عندهم أذية على الناس وعندهم عادات سيئة يزاولوها، فكان هو يخرج إلى هذا الغار يتعبد به ويقعد به لفترات طويلة حتى يبتعد عن أهل مكة وعن عاداتهم السيئة. حبايبي لما بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سن الأربعين، صار عمره 40 سنة، نزل عليه الوحي جبرائيل، هو كان في غار حراء على الجبل، نزل عليه الوحي جبرائيل عليه السلام الذي حمل اليه امر من الله سبحانه وتعالى. شنو هذا الامر؟ بان يدعو اهل مكه، امر الله سبحانه وتعالى ان يدعو اهل مكه الى دين الله عز وجل، ان يدعوهم الى الدين الاسلامي. اذ كانوا يعبدون الاصنام، هم كانوا ناس جهله يعبدون الاصنام، الاصنام هي عباره عن تماثيل هم يسووها وهم يعبدوها اصلا، هم كانوا يعبدوها. فالله سبحانه وتعالى امر الملك جبرائيل عليه السلام ان ينزل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له رساله من الله سبحانه وتعالى انه على الناس ان تعبد الله سبحانه وتعالى وتكون عباده الاصنام. حبايبي واذ كانوا يعبدون الاصنام، وكان اول ما نزل من القران اول سوره نزلت في القران الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء هي سوره بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هي سورة العلق. هاي كانت أول سورة تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد، اللي نزلها الملك جبرائيل عليه السلام. ومن بعد ذلك قام الملك جبرائيل يتوالى بالسور الواحدة تلو الأخرى. حبايبي هذا هو غار حراء، شوفوا هاي الصورة، هذا هو غار حراء، هنا هذا الشعاع هو طبعا هذا رسم
رسم فد رسم بيجي شكل يعني للمكان اللي كان يتعبد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي النبي طبعا كلش خاف ارتعب يعني قام يرجف جسمه من الخوف. هو صوت اجاله الملك جبرائيل هو اجاله عباره عن صوت من السماء. النبي كان خائف متردد فقرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظها وقال نزول الوحي جبرائيل هي بدايه النبوه. الا ما نزل الوحي جبرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي كانت بدايه النبوه للنبي محمد. يعني شنو النبي معناته؟ النبي محمد صار نبي، نبي الله من نزل الوحي عليه جبرائيل عليه السلام. وعاد النبي الى بيته، طبعا عاد كلش تعبان وخايف ويعني فد اموره كلها يعني اموره كلها مو تمام. عاد الى زوجته خديجه بنت خويلد. عاد النبي الى بيته يفكر فيما حدث له، كان يفكر يعني شنو صار لي، شنو هذا اجاني الصوت، شنو انا قلت هاي الايه، هذا منين اجاني، هذا يعني الملك جبرائيل منين نزل، فما يستوعب هو شنو الشيء صار يعني. اخبر زوجته خديجه رضي الله عنها، قال لها اخبرها، قال لها انا هيك وهيك صار عندي، يعني هيك يعني تعرضت لكذا مواقف هيك صار عندي. بما راها وسمع فصدقته، يعني خديجه عليها السلام صدقته رضي الله عنها. وقفت الى جانبه تسانده وتشد من ازره وتبشر بالخير، قالت لا تخاف انت هسه راح تصير نبي، لا تخاف انت انا يعني قامت وقفت بجانبه وساعدته ويعني بشرته بالخير، يعني انه انت هاي الاشياء بشاره خير بالنسبه لك يعني. اكتمل القران الكريم، قام القران الملك جبرائيل عليه السلام انه كل فتره ويعني قام يتردد بالايات والسورة القرآنية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن كملت كل الآيات. اكتمل القرآن الكريم، انقطع الوحي بعد، يعني يوم الملك جبرائيل ما ينزل على النبي محمد. انقطع الوحي شو وقت؟ عند وفاة النزول بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزلت كل الآيات، اكتمل القرآن الكريم، انقطع نزول الوحي بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختتام النبوة. حبايبي هاي كانت قصتنا، هي قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسيرة النبوية، شلون من أول ما اختلق من كان جني في رحم أمه إلى أن كبر، إلى أن ولد وعاش وكبر وشنو عمل وشو كان ماذا إلى أبوه، وشلون نزل عليه اللي كان يتعبد في غار حراء ونزل عليه الوحي جبرائيل عليه السلام، وشلون حفظ القرآن إلى أن توفى. هاي كانت هي معناتها السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي هنا عندنا الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية احنا رددتها بصلاة طبعا اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هاي حبايبي الصلاة الإبراهيمية، طبعا هاي شنو أريدكم تحفظوها الصلاة الإبراهيمية، ليش؟ لأنه هاي رددها في كل صلاة، كل صلاة نردد احنا الصلاة الإبراهيمية. حبايبي إن شاء الله استفدتوا من هاي القصة اللي حلوة، كانت قصة كلش حلوة وممتعة، واحنا استفادنا منها وعرفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم شلون أو من أول من ولد إلى أن توفى، شنو المراحل اللي مر بيها وشنو الأشياء اللي فنبذة مختصرة يعني احنا عرفنا عن حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي هسه عندنا النشاط. أولا كم كان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام؟ ايش قد كان عمره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام؟ كان عمره 40 سنة. ايش قد كان عمره؟ 40 سنة كان عمره النبي محمد. حبايبي اذكر صفتين من صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده صفتين مهمة كانوا يلقبوه في مكة المكرمة. شنو هي هاي الصفتين؟ كانوا شو يصرخوا للنبي؟ هسه قلناها بالقصة، إذا أنتم مركزين وياي بالقصة أكيد راح تعرفوها، شنو هي هاي الصفتين الحلوة للنبي محمد؟ هي الصادق الأمين، صفتين هي الصادق الأمين، لأن هو من كان كلش أمين مع الناس في التجارة، وكان كلش صدوق، يعني دائما يصدق في كلامه، ما يكذب ولا يعرف شنو معناته الكذب، فكان ملقب بالصادق الأمين. حبايبي، اذكر أول آية من القرآن الكريم. أول آية حبايبي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
في القرآن الكريم هي سورة العلق اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. هاي كانت أول سورة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اكمل الفراغات لما يناسبها. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد وين؟ في غار. شو اسم هذا الغار اللي كان النبي يتعبد به ويؤذيه؟ هو غار حراء. نكتب غار حراء. حبايبي اشتغل سيدنا محمد في اول حياته بشنو اشتغل؟ شنو كان عمله في بدايه حياته؟ رعي الاغنام. نكتب هنا رعي الاغنام. زين حبايبي ثم عمل من وراء رعي الاغنام ماذا عمل؟ كان ماذا كان عمله؟ هو عمل بالتجاره. إن خاتم الأنبياء والمرسلين من هو آخر نبي وختم به النبوة من هو كان؟ كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو نكتب هنا إن خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي هذا كان درسنا لهذا اليوم، أتمنى أن استمتعتوا وياي وقدرت أن أوصل الفكرة لكم. حبايبي مع السلامة وألتقيكم بالدرس المقبل إن شاء الله.